انا موجود دلوقتي في المانيا، بلد الحريه والديمقراطيه، البلد اللي ممكن تقول فيها رايك بكل صراحه من غير ما تخاف. بس هل الكلام ده حقيقي؟ اكيد لا طبعا. تعالى اوريكم ان احنا في واحده من اكتر الدول العنصريه اللي موجوده في اوروبا والعالم كله. عادي جدا انك ترفع علم وادي الوسط وتمشي في الشارع، بس انك ترفع علم فلسطين اللي ده يعتبر جريمه، وانك كده بتساعد الارهاب. تعالى نشوف العرب اللي موجودين في برلين، هل كانوا يقدروا يعبروا عن شعورهم ومساندتهم لفلسطين ولا لا، وايه كان بيحصل لهم لما اي حد كان مجرد ان هو بيحط بوست او يمشي بعلم او يكتب حاجه او يقول حاجه مسانده لفلسطين. بنرحب بيك لتاني مره. الله يخليك. كل ده بالك قد ايه في المانيا؟ 6 سنين ونص. ست سنين ونص. ايه الاخبار يا معلم؟ والله كله تمام، بردانين بس. عامل ايه في برد ده؟ بردان. قول لنا بقالك قد ايه في المانيا تاني؟ انا بقالي اولموست سنتين. سنتين الحمد لله يا ريس. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. بقالك قد ايه في المانيا؟ احنا 4 سنين، يعني 4 سنين. 4 سنين. فاهم، مش هطلع وشك في التصوير، يعني هصور انا بس كده وانت تتكلم. خبرتك في المانيا الفتره دي كلها، شايف ان المانيا دوله حريات ولا دوله عنصريه؟ وليه؟ سؤال صعباني. لا بص، هو في حريات بس مش حريات مطلقه. انت هتتكلم ان هم تقريبا الاتكام الحكومه رسمين زي دايره للشعب، الحريات اللي داخل الدايره دي بتتحرك فيها براحتك، لكن ما تتعداش الرسمه اللي هم رسمينها لك. انت خليني بس اقولك، انت بتتكلم كالمان ولا كاجانب موجودين في البلد؟ لا، هم ما بيفرقوش هنا الصراحه ما بين الاجانب والالمان، ان انت الحكومه السياسيه رسمه خط واحد للدوله كلها بيمشوا عليه. يعني انت ممكن تقول رايك بكل حريه في البلد ولا على حسب الموضوع اللي انت بتتكلم فيه. مثلا ما هنتكلم على موضوع المثليه الجنسيه، نتكلم عن الموضوع الحريه الدينيه، نتكلم عن الاكل والشرب والكل ده. تمام. وفي ممكن تكلم في حريه في الاكل والشرب. لا يعني مثلا الحريه السياسيه، الحريه السياسيه مش حريه مطلقه، الحريه السياسيه حريه يعني. بس انا صح، عايز اقول حاجه معينه وعنصريه في حاجات معينه. بمعنى ان كل الدول مش المانيا بس، الحريات فيها ليميت معين، اللي ما بيتخطاش قانون البلد او المتعارف عليه في البلد بشكل عام او سياسات البلد. يعني انت ممكن تقول رايك بحريه ولا ما تقدرش؟ مش في كل حاجه، في حاجات معينه وحاجات لا. حاجات لا زي ايه؟ ممكن تقول رايك في الدين. تقول رايك في الدين. ممكن تختار اي دين، ممكن تقول رايك في الدين، ممكن تقول رايك في الجنس، ممكن تقول رايك في اداء الحكومه داخليا. وايه اللي ما تقدرش تقول رايك فيه؟ القضايا الحساسه زي موضوع فلسطين مثلا، اللي كشف الموضوع قوي غير قبل كده. يعني قبل كده كان متداري شويه، لكن دلوقتي بقى واضح قوي لدرجه ان هو كان بقى بيتعدى حريات كتيره جدا، لدرجه انك حتى ترفع علم او تكتب اسم او تكتب بوست. يعني انتوا كان ممنوع ان انتوا تقولوا اي حاجه عن فلسطين في الاول، اول احداث 7 اكتوبر. كان في قبل الاحداث كان لا، بعد الاحداث على طول. قبل كده كان عادي. تمام. كان الموضوع عادي، ما كانش واخد حساسيه زياده. في اول الاحداث خالص، ممكن اول اسبوعين، كان يعني كان الموضوع حساس لدرجه ان انت ممكن تتفصل من شغلك لو كتبت على السوشيال ميديا. لو كتبت حاجة؟ لو حتى لو كتبت بالعربي؟ أنا في ناس في الشركة عندي حصل لهم مشكلة. يعني حتى لو كتبت بالعربي؟ أنا شايف ألمانيا دولة عنصرية. تمام. مش دولة حريات. وليه دي بقى؟ عشان أنت مهما خدت الباسبور الألماني هنا، ما استحالة تتعامل زيهم، لأن أنا دخلت محاكمات، دخلت 3 محاكمات قبل كده بسبب ابني، وكانت برضه العنصرية في نفس المحكمة. يعني أنت شايف إن ألمانيا دولة عنصرية؟ بالنسبه لمصر او كرنتها بمصر؟ لا مش على مصر دلوقتي. لا ما انت يعني انت ما انت لازم لا يعني انا بتكلم كدوله انت عايش فيها. سيبك كدوله انت عايش فيها. فيها عنصريه، بس هي مش كلها، مش معناها ان هي كلها، بس هي فيها عنصريه كتير. فانا كنت اقصد ان الحريه في الحلال والحرام والديانات والمثليه الجنسيه طبعا دي حريه. طيب خلينا نخش الموضوع فلسطين. اول ما حصلت احداث فلسطين، كنت ممكن تنزل تتظاهر وتقول رايك في اللي بيحصل في فلسطين؟ بص، هو في البداية خالص الموضوع ما كانش على هوا الحكومة هنا، وكان الموضوع اكستريم جدا للطرف الآخر يعني. فإن ما كانش في أي حريات في الجانب ده خالص، فأي حاجة كانت مظاهرات أو أي الوقفات كانت بتتعمل، كانت للأسف كان الشرطة بيتعاملوا معها بعنف، وكان في اعتقالات بتحصل. وكان ده مجرد بس أنك بترفع علم فلسطين أو تقول رأيك أنك بتساعد مثلا فلسطين؟ بالضبط. ممكن كمان في ناس نزل الستوري، بس مجرد ستوري تأذوا يعني. حتى لو نزلوا بالعربي؟ حتى لو بالعربي برضه يحصل له مشكله. بس الفكره ان لما الموضوع ده في الاول، لكن لما الموضوع بدا يهدى شويه، والمانيا كانت اكستريم جدا للطرف الاخر،
بس الدنيا يعني المانيا بدات تمسك العصايه من النص شويه وتهدى، فبدات يبقى في مثلا مظاهرات مرخصه، والتعامل ما بين الشرطه والمتظاهرين بقى اهدى بكتير. يعني انت دلوقتي ممكن تنزل تتظاهر وتساند فلسطين ولا برده في مظاهره مرخصه؟ اه ما فيش مشكله، وبالعكس بتبقى كمان الشرطه بتبقى واقفه حمايه للمتظاهرين. المظاهرات ما كانتش مصرح بيها، واللي كان بينزل كان بيتم اعتقاله. وكان بيحصل له ايه؟ او يعني اعتقاله عباره عن ايه؟ كان في ناس كانت بتعتقل مثلا 24 ساعه 48 ساعه وتخرج بعد كده. يعني هو سبب بس ان هو رفع علم تخويف اكتر من هو حاجه دستوريه، لان ما كانش في حاجه دستوريه بتمنع بكده. بعد كده طلعوا قانون بيمنع التضامن مع حماس، وكانوا سنة يعني هو بيتكلموا على حماس بشكل خاص ولا فلسطين بشكل عام؟ كانوا بيلبسوا كل حاجة في حماس عشان يقدر يتهمك رسمية، لأن حماس مصنفة أنها منظمة رسمية. فأنا مش هينفع أقولك أنت تدعم فلسطين، لا كده مفيش تهمة. لكن ألبس كل حاجة في حماس، والبين الموضوع قوي واستفزهم هنا لما يوم 7 أكتوبر الصبح في شارع العرب وزعوا حلويات على الناس في الشارع، فده شحن الموضوع جدا يعني. يعني ما كانش تقدر تمسك علم مثلا تمشي بيه أو أول الأحداث؟ لا، كان ممكن يحصل لك حاجة. يعني انت مثلا كنت ممكن تنزل تتظاهر وتساند فلسطين وكده وترفع علم او تكتب بوست مثلا على الفيسبوك، ولا كان صعب؟ لا كان سهل جدا، بس لو كنتش انت مثلا ان هو تلاقي معارضه، لكن كانت معارضه كتير بصراحه. لو انت نزلت بوست فهمني، لا لو انت مثلا نزلت في الشارع وكانت هي سلميه والدنيا حلوه تمام. لكن انا لما قلت لك لما نزلت لقيت مصر بتتشتم ورئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتشتم في المظاهره في نفس المكان ده، ساعتها انا خدت بعضي ومشيت. ده عشان كده انا مين اللي كان بيشتم؟ انت بتتكلم على ايه دلوقتي؟ على الفلسطينيين اللي كانوا معايا في المظاهره. انا ما اعرفش اي اسماء، كل الناس اللي هم يوزر اللي كلموني اللي نزلت عشان تمام. بس انا بتكلم في نقطه ثانيه خالص. ايه؟ بتكلم في نقطه اللي انا شفت فيديوهات. ايه؟ ان كان في ناس لما كانت بتنزل رفع علم فلسطين او بتنزل فلسطين. ايوه طبعا. كانت بتحبس او أيوة. بتتمسك. ايوه الكلام ده فعلا كان بيحصل. ايوه المانيا لما قعدوا يعملوا مشاغبات، المانيا نزلت قرار ان اي حد هينزل ويتشاغب هو هيتشاف، حتى لو معاك جنسيه او الباسبور هيتسحب منه وقتي، وده طبعا اي حد لازم يخاف منه. يعني الناس كانت بتخاف تنزل تساند فلسطين او تروح؟ اكيد طبعا، اكيد. كتير ناس جدا، كتير جدا والله. انا اعرفهم برضه يعني، ناس اعرفها معارفه، بس هو فلسطينيين. يعني انا عندي فلسطينيين في الشغل ما حدش فيهم وانا نزل مظاهره، وكانوا برضه مؤيدين معايا رفض حوار المظاهره، لان المظاهره انت لو راجل عاقل المظاهره ولا تقدم ولا تاخر، لان اللي عايزين يعملوها ايه؟ بس على الاقل انت عايز تقول رايك، تتضامن على بيحصل مثلا. انت لو انت دلوقتي برضه المانيا قالت لك انت لو قلت رايك على النت وبتاع، حتى لو بلايك او بكومنت، انت ممكن تسحب فيها برضه الجنسيه بتاعتك مجرد انك تقول رايك. اه يعني تقدر تقول بشكل عام ان 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 المانيا دوله عنصريه ولا عندك قدر من الحريه؟ بص هو مش بشكل مطلق، زي ما قلنا في مواضيع معينه بتبقى عندها خط احمر، في مواضيع تانية فيها مساحه من الحريه. فهو الموضوع مش بشكل مطلق في حريه او لا، في حريه على حسب الموضوع، على حسب سياساتهم في الموضوع، على حسب يعني دعمهم للموضوع او لا. طيب يعني انت شايف الموضوع ده في المانيا بشكل عام ولا في اوروبا؟ في اوروبا كلها. اوروبا كلها؟ في اوروبا كلها، بس هم هنا كانوا رسمين شويه فكره الحريه زياده عن اللزوم، بس اول ما حصل حاجه فاتكشفت بسرعه جدا. يعني على عكس مثلا الدول اللي ما فيهاش جاليات عربيه كتير زي التشيك، تمام، فما كانش الموضوع ظاهر فيها، لان اصلا ما فيش كتله عربيه تمثل حاجه، فما كانش ظاهر حاجه. لكن هنا في المانيا بان في هنا جاليات كتير ونسبه كبيره من الناس الاجانب اللي هنا او العرب بشكل عام كانوا لاجئين، فدول الناس اللي كان عندهم حروب في بلادهم وجم لقوا الامان هنا، وحسوا مقارنه بالدول اللي كانوا جايين منها حسوا طعم الحريه بشكل عام. اللي انت الحريه العاديه اللي احنا ما بنشوفهاش في بلدنا، زي ان انت تلبس اللي انت عاوزه، زي ان انت تخرج مع اي حد، زي ان انت تاكل اي حاجه انت عاوزها، تشتغل اي حاجه. فدي الحريه الظاهريه اللي احنا شفناها وانبهرنا بيها لما جينا هنا. بس مع اول موقف حسيت، بس مع لما شفت بقى سياسه الدوله نفسها اللي هي مش هتستفاد فيها منك، الموضوع بقى مختلف. عندك قدر من الحريه، بس انت كان زي ما يكون في ستاره عندك بيهيئ لك ان في حريات مطلقه والحاجات دي كلها، لك الموضوع زي موضوع فلسطين وقالك الستاره دي وكشف لك ان هو ما فيش حريه مطلقه في المانيا. وعايز اقول لك كمان ان احنا الاقليه هنا، فان احنا في بلد زي المانيا وجينا هنا، فاحنا مفروض ان احنا تحت سقف قوانينها وتحت سقف الحريات اللي هم بيحددوها. فالمفروض احنا طالما جينا هنا وارتضينا بالبلد، المفروض ان احنا نكون ماشيين على حسب القوانين. مش معنى كده ان احنا يعني نبقى مؤيدين في الكلام اللي هم بيقولوا الكلام ده كله، بس على احنا راضيين بالقوانين اللي هم حاطينها. ومش بس في المانيا، في اغلب الدول الاوروبيه حتى الدول العربيه كمان، كل دوله بيكون ليها سياسه، اللي مش عاجبه المفروض يروح دوله تانية.
لكن طالما انت عاجبك المانيا وقاعد فيها المفروض تمشي تبع القوانين البلد اللي انت فيها. حتى لو القانون ده ممكن يكون يعني ظالم شويه. ما ظالم من وجهه نظرك، لكن من وجهه نظر اصحاب البلد مش ظالم. فانت لو مش عاجبك البلد اللي انت فيها وشايف ان هي ظلم، روح البلد اللي تتماشى مع وجهه نظرك ومع القوانين اللي انت حاببها. ادرك الجنسيه دي، دي متسماش عنصرية بسبب الحوار الفلسطيني، لان هم داعمين للقضية الفلسطينية، داعمين للكيان الصهيوني من سنة 1948 طبعا. طيب ما دي تعتبر ماشي، ما تعتبر دي عنصرية انك ما عندكش حرية انك تقول رأيك على الاقل. اكيد طبعا، يعني انت مش هينفع تنزل لفلسطين وتشجع اسرائيل صح؟ هي المانيا كده، لان المانيا كلها تبع اسرائيل، تبع بقول لك احنا شتوتشندشتيرن اللي هم مع ورا بتاعت النجمة، فاهمني؟ اللي هم الكيان بتاعهم بتاعهم. وبعدين خد بالك 50% من الدعم جاي للكيان من المانيا، من طبعاً. من الاشتياء بتاعتنا، من الاشتياء اللي اسمها اشتياء بالعربي الضرايب، الضرايب بتاعتنا 12 مليون بتتبعت سنويا من الضرايب بتاعت المانيا للاسرائيل. كنت في شارع العرب، وللاسف ناس كثيره جدا 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 يعني خايفه انها تتكلم في الموضوع ده، لانه موضوع حساس شويه، ناس كتير خايف يحصل لها مشاكل. فكنت اتمنى ان انا اصور مع ناس اكتر اعرف وجهه نظرهم في الموضوع والعنصريه اللي موجوده في المانيا، ولو حصل معاهم مواقف شخصيه سواء هم كانوا حاولوا يساندوا فلسطين باي شكل من الاشكال. بس للاسف يعني عدد كبير جدا رافض، يعني بما ان شارع العرب مليان عرب سالت ناس كتير من اللي موجودين، بس للاسف ما قدرتش اصور مع اي حد منهم.